طيب خلونا نسمع من المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. باشمهندس اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني سيادة الرئيس النهارده سأل وزير الري بشكل واضح، قال له يعني انتوا كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ الاول حجم الاعتداءات اللي حضراتكم رصدينها على المجاري المائية سواء على النيل او على الترع او ما الى ذلك، حجمها قد ايه يا فندم؟ لا، هي للاسف حجمها كبير، ولكن احنا في نفس الوقت احنا مش ساكتين. بس احب اوضح لحضرتك والساده المشاهدين، احنا ابتدينا حمله انقاذ نهر النيل في يناير 2015. تم اطلاق هذه الحمله في خلال الست سنوات اللي فاتت، تم ازاله 64 ألف حاله تعدي على مجرى نهر النيل. 64 ألف 64 ألف حاله تعدي تم الحمد لله ازالتها بالفعل. ففي مجهود كبير جدا اتعمل، ولكن طبعا طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس النهارده الصبح، المجهودات هتزيد وهتزيد وهتزيد خلال الشهور القادمه، بحيث ان احنا نقضي تماما على هذه الظاهره. في الحمد لله مجهودات كبيره اتعملت خلال السنوات الماضيه من خلال لا وزاره يعني الري. يعني المجهودات يا فندم اللي هتزيد دي، يعني في ملامح لخطه معينه؟ يعني انتوا رصدين مبدئيا المخالفات مش كده؟ بالظبط طيب بالظبط. ايه اللي كان معطل خلال السنين اللي فاتت انها تزال بصراحة؟ ما كانش في حاجة معطلة، ولكن يعني الموضوع محتاج بعض الإسراع بالخطوات المتخذة، وزي ما حضرتك يعني ذكرت من شوية، كان توجيهات واضحة من سيادة الرئيس للتعامل الحاسم مع كل هذه المخالفات في خلال 6 أشهر، وده بالفعل بإذن الله سيتم تنفيذه خلال ال6 شهور القادمة. مش هيكون في تهاون مع أي شكل من أشكال المخالفات، ما كانش فيه ومش هيبقى فيه، بس بشكل أكثر قوة وبأكثر سرعة وبإجراءات أكثر فاعلية. في مجهودات الحمد لله اتعملت 64 ألف تعدي في خلال 6 سنين، مجهود كبير جدا جدا قامت به أجهزة الوزارة. تمت هذه الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع المحافظات المعنية. هو أكتر محافظة فيها مخالفات إيه يا فندم؟ لا، هي موجودة متوزعة على جميع المحافظات، ولكن لو احنا بنتكلم على زي ما ذكر النهاردة فرع رشيد، يمكن فرع رشيد ودمياط فيهم المشاكل اكتر، وبالذات فرع رشيد. يعني فرع رشيد فيه حجم اكبر من الاختناقات، حتى زي ما سيادة الوزير ذكر النهاردة وفخامة الرئيس اكد على هذه المعلومة، بيتكلم على كان بيمرر 80 مليون متر مكعب في اليوم، انخفضت الى 30 مليون. ده بسبب حجم كبير من التعديات على فرع رشيد اللي عملت اختناق كبير في المجرى بسبب تصرفات للأسف غير مسؤولة من بعض المواطنين اللي بيردموا على داخل المجرى المائي وعاملين هذه المشكلة. ولكن إن شاء الله سيتم خلال ال6 شهور الجايين التعامل بشكل حاسم مع هذه القضية بإذن الله. طيب باشمهندس، أنا يعني عايز حضرتك تفضل معايا. إحنا معانا فيديو جاي لنا من أسيوط، تحديدا من قرية اسمها نجع 7 بأسيوط. تمام. الفيديو ده أحد المواطنين بيحكي فيه عن اعتداء سافر على يعني إحدى الترع هناك. خلينا تمام. هنسمعه مع بعض مع السادة المشاهدين وحضرتك تعلق لي عليه. ورونا يا شباب. صباح الخير. أنا عامل الفيديو ده النهارده علشان أوثق حالة فريدة من حالات التعدي على أملاك الدولة في القرى. الطريقة بقى الجماعة في القرى بيتعدوا بيها على أملاك الدولة دي، هنا كده الحتة دي ترعة كبيرة بتسقي مساحة كبيرة جدا جدا من الأراضي، معدية يمكن على 3 أو 4 قرى تقريبا، اسمها ترعة عبد الرسول. الترعة دي هنا ماشية كده، ده طبيعي جدا جدا. واحد من المواطنين خد قرار ان هو يردم باقي الجزء بتاع الترعة، بقى ده المنظر بتاعها. تمام، ردم الترعة، الراجل ردم الترعة، لا مش ردمها بس، ردمها وزرع عليها وعملها ايه بقى؟ عملها جنينة للبيت بتاعه اللي هو ده. طب البيت بتاعه اللي هو ده هنا ده على ارضه؟ لا، الارض دي برضو ارض بتاعت املاك الدولة، تحديدا املاك وزارة الري. كل ده تعديات
على املاك الدوله. اللطيف بقى في الموضوع ان الشجر ده كمان ماشي في الطريق اصلا، يعني الجزء اللي ماشي فيه الشجر ده مش بس مردوم فوق الترعه، لا ده كمان طريق المفروض ان هو يمشي مع الطريق اللي ماشي هناك جنب السور ده. في طريق ماشي جنب السور ده بيدخل على اكتر من عزبة في الحتة دي، الطريق ده المفروض ان هو يمشي كده ويكمل لحد ما يطلع على الجسر الرئيسي بره. الاخ ده ردم الكلام ده كله وزرع الشجر على الطريق وعلى الترعة وقفل الدنيا دي كلها. فين بقى وزارة الري؟ وفين الدولة؟ وفين تنفيذ القرارات؟ الراجل ده طلع له قرارات إزالة من 2015 لحد النهاردة ما تنفذتش. طب ليه ما تنفذتش لحد النهاردة من 2015؟ يعني الراجل يمكن دمه خفيف شوية، حاجة زي كده. كل ده تعدي على أملاك الدولة ما شاء الله. مهندس غانم، حضرتك سمعت معانا، يعني يعني اعتقد مفيش فرصة انك كنت تشوف ده. انا هبعت لحضرتك الفيديو، طبعا هو خاص بترعة. بص حضرتك، لا هو دلوقتي الراجل يقول اللي هو عايزه، بس ولكن ثواني، هو لازم يعني عشان برضو ما نتهمش حد بالباطل، لازم اولا هل هذا الرجل اللي في الفيديو راح لإدارة الري بتاعت اسيوط مثلا واشتكى لهم؟ هل طيب قدم لهم ورق؟ هل قدم لهم خرايط؟ المطلوب ان اي حد هقول لحضرتك يا فندم، يا عشان فندم، بس انا مش بقول ان طب هو هقول لك ملاحظه بس، ملاحظه تنظيميه. يعني احنا الفيديو انا زعته لان هو ما قالش اسم الشخص فما اتهموش، يعني هو ما قالش فلان الفلاني. رقم بس واحد، بس هذه الرساله بس يا اسمعني فندم، بس يا فندم، احنا بس عايزينه لا هذا الشخص بعد اذن حضرتك لازم يروح للجهات المختصه، يروح للاداره المركزيه لري اسيوط ويقول لهم في هذه الحاله موجوده، لازم تنزل لجنه من الوزاره وتشوف على الطبيعه هل فعلا هل هذه الارض املاك للري ولا لا. طب حلو جدا، يعني للري. حضرتك يعني بترشدنا، الموضوع مرسل. حضرتك تمام، حضرتك بترشدنا دلوقتي هو المواطن يروح يعمل ايه؟ لا لا طبيعي، ما هو انا قلت لحضرتك نسمع ده وقول لنا نعمل ايه او علق عليه، فهو يروح فين يا فندم؟ لازم يروح للاداره المركزيه لري اسيوط، لوكيل الوزاره هناك، وهو مسؤول ان هو بينزل لجنه من اداره ري اسيوط بتروح لهذه المنطقه. وفي عندنا في الوزاره اداره مركزيه للاملاك، الاداره دي عندها حصر باملاك الوزاره في كل مكان، وكمان في ساعات بيتطلب الامر القيام بعمل يعني رفع مساحي للمنطقه من خلال هيئه المساحه، ودي اجراءات لازم بتتعمل علشان يبقى عارفين فين الترعه وفين حرم الترعه وفين املاك الري وفين الاملاك الخاصه. تمام. قد يكون الراجل باني في املاك خاصه وقد يكون فعلا متعدي على املاك الري، ما هو احنا بس هنسيب بقى، هنسيب للجهه، الموضوع مرسل كده، لازم يتم دراسته الاول بالمستندات وبلجنه يا فندم، معينه تنزل الطبيعه وتشوف عليها. هنسيب للجهه بقى هي تحكم. انت حضرتك ارشدتنا نروح فين، وانا شاكر لحضرتك جدا طبعا لده. حبيبي بشكرك جدا المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري.